اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا دكتور. استاذ حسام ازيك يا سيدي؟ اهلا بيك، دايما منور يا دكتور. الله يبارك فيك ويخليك. وفعلا نيابه عن كل المشاهدين والمعلومات المفيده اللي احنا بنستفاد منها بارك الله فيك، والعلاج المميز. الله يبارك فيك. طيب وشوف انت عندك ايه الخير على دوب الوردين زي ما بيقولوا. يا استاذه ولاء. طيب اتفضل على طول. استاذه ولاء السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه ولاء. لو سمحت اكلم الدكتور. معاك يا استاذه ولاء اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا شايله المراره طبعا، فعندي على طول وجع في بطني في الشمال شويه، في الناحيه اليمين شويه، فكل ما اروح للدكتور يقول لي الكولون الكولون. فازاي عندي يا دكتور وجع بيتنقل من هنا شويه هنا شويه، ففي قرص كده يا دكتور، يعني قرص تحت جنب ده شويه، حاجه بتقرصني كده زي قرص زي الدبابيس كده. فانا مش عارفه هي ايه يا دكتور. هو مستني قال لي تمشي على طول باللابريك وحاجه كمان للمعده. طيب هو دلوقتي حضرتك الالم ده بقاله قد ايه؟ حضرتك الالم ده بيروح ويجي، يعني انا كنت عامله منظار من سنه، فقال لي انت عندك التهابات معده، التهابات قولون، بس ما فيش حاجه يعني خطر ولا حاجه، قولون عصبي. طيب لكن حضرتك الالم يعني بدا بقاله 10 سنين مثلا، 5 سنين؟ لا يا دكتور، الالم عندي بقاله سنه بس زاد عليا بعد ما عملت المراره. بيتنقل من جنب الشمال شويه يروح جنب اليمين، وبحس ان في قرص في جنب كده، يعني حاجه زي دبوس بيقرصني كده. طيب يعني بيجي كل يوم ولا يوم ويوم ولا مره كل اسبوع؟ لا هو مش على طول يا دكتور، مش على طول معايا، بس ما انا بقول لك، ما انا عارف انه مش على طول، امال سالتك ليه بقول لك كل قد ايه؟ كل يوم، كل يوم ويوم، كل اسبوع، ما عشان مش على طول. ممكن كل اسبوع يا دكتور. ايوه، يبقى الاجابه هنا كل اسبوع. بيقعد قد ايه كل اسبوع؟ قد ايه؟ بص يا دكتور، يعني مش عارفه حضرتك، بس هو بيوجعني جنب على طول، بيوجعني بيغيب ال 15 يوم، وبعدين يخف وبعدين يرجع تاني، بس الاعراض دي بتجيلي على طول بعد الدوره الشهريه. طيب انت سنك كام سنه؟ عندي 33. عندي الوزن قد ايه؟ حضرتك وزني 95 وطولي 170. اخر سؤال، الالم اللي عندك حاليا زي بتاع المراره قبل ما تتشال؟ بص يا دكتور، مش جامد زي بتاع المراره، على خفيف بقى. طيب خلاص، شكرا جزيلا. انا فيلي وحرق. شكرا استاذ ولاء، خليكي مع الدكتور عشان بعديها الاستاذه دنيا من الفيوم. طيب خليكي معانا يا دنيا شويه. دلوقتي حضرتك احيانا شيل المراره بيكون ناتج ان المراره دي حاجه من اتنين، يا اما في حصوات يا ما فيش حصوات. تمام. وفي الحالتين بيكون في التهاب في جدار المراره نفسها. المراره دي اللي هي بتشيل السائل المراري اللي بينزل عشان يهضم الدهون بعد الاكل. والمفروض هي بتبقى عامله زي كيس وجواها سائل مراري كده لونه فلوروسنت مخضر مزرق. تمام. واخد بال حضرتك؟ مع الاكل يروح هي مفضيه كده. ينزل. معنى انها بتفضي كده، وفي قناه، يعني هناك تحت القناه هنا في سفنتر او صمام بيبقى طيب. قافل واحنا جعانين، اما ناكل يروح فاتح وتنقبض المراره تفضي اللي فيها. تمام. اما بيحصل التهاب بنشيل المراره والعنق بتاعها الاثنين. ساعات العنق دي ما تتشالش كويس، يعني المفروض يخلي العنق يا دوبك ما فيش. طب لو اتساب من العنق دي نص سنتي تدي الام مشابهه لالام المراره. واخد بال حضرتك؟ فقطعه العنق دي، فاحنا هنديها حاجه اسمها رواكول، او الافضل منه رواتينكس، حبايه قبل الاكل. رواكول افضل، خلينا خفيف شويه. رواكول حبايه قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم، وتاخد دايجست از حبايه وزت الاكل 3 مرات في اليوم، وتبعد عن الحادق والمسبك والحراق. طب ده يا دكتور ما ينفعش يعني اعاده عمليه وتشال العنق؟ صعبه. لا صعبه، بقت صعبه خلاص. لان هو سؤال وجيه، لان في المنطقه دي حصل تليفات، واحنا بنخش نشتغل الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى خالق بطن البني ادم عامله زي الازاز. تمام. يعني ايه؟ ما بتلزقش في بعضها.
اما نقص ونفتح ونربط ونعمل ومش عارف ايه، المنطقه دي بتبقى ايه؟ بتضعف بقى. لا مش بتضعف، بتخشن. فتلزق في بعضها، وشويه دم صغيرين يروحوا لازقين، يروحوا متليفين، فلو جه يفتح مش هيلاقي، مش هيعرف يوصل لها. ممكن طيب. يعمل مشاكل، والمنطقه دي يعني ضيقه قوي. حساسه شويه. ضيقه. يعني ياخد غرزه غلط يقفل الدنيا خالص. تمام. طيب، معنا اتصالين، الاستاذه دينا والاستاذ موسى. ناخد الاول الاستاذه دينا من الفيوم. دنيا، استاذه دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذه دنيا. شكرا. اتفضلي. لو سمحت عايز اتكلم مع الدكتور. اتفضلي يا استاذه دنيا، اتفضلي. نعم يا دنيا. يا دكتور، انا اللي كلمت حضرتك من 3 شهور. نعم. فكريني. انا عندي الغده، عندي الغده الدرقيه. عندي الغده الدرقيه يا دكتور، وبس دلوقتي كنت انت ماشيني على ستروكسين 300. عظيم. كنت ماشي على ستروكسين 300. هو انت حضرتك بتتكلمي، استني بس، بتتكلمي وتاخدي نفسك؟ ما تقولي. يا استاذه دنيا بس، لو توطي التلفزيون شويه بس كده. والوقت عندنا غالي يا دنيا. ولو في اولاد صوتهم عالي برضه يا ريت تبعدي شويه. ماشي. اتفضلي. وبسرعه لو سمحت عشان غير. ستروكسين 300 تمام؟ يلا. بس الدكتور قال لي تاني هيبعد 3 شهور. بس دلوقتي في الم في جنب الشمال، بقلبي كبر، بألم شديد قوي. نغزه تحت صدري قوي. في جنب الشمال. انت وزنك قد ايه يا دنيا؟ ايه؟ وزنك؟ انا دلوقتي وصلت ل 99. وكنت كام قبل ما اديك العلاج من 3 شهور؟ 106. يعني خسيتي كام؟ 10 كيلو؟ 10. طيب، واحنا ماشيين على 3 حبات كل يوم. ايوه، بس انا دلوقتي يا دكتور اللي تعبني بس قلبي وجعني قوي، ومبقاش قادره اخد نفسي بالليل خالص. طيب خلاص اقفلي وهجاوبك. شكرا. شكرا استاذه دنيا، خليك مع الدكتور. هي توقف العلاج لمده شهر وبعدين ترجع له تاني. تمام. بس ما تتخنش، هي ممكن تتخن. تفضل ماشيه على ما يبص، هي معادله، هي نزلت 10 كيلو. بص يا ابو حسام، اتفضل. عشان العربيه تمشي لازم تسخن. اكيد، واخد بالك؟ اكيد. طب لو سخنت زياده هنوقفها. هتوقف. طب هل في وسيله ان العربيه تمشي وسخونيتها تبقى طبيعيه؟ اما يكون العربيه طبيعيه. صح. طب العربيه بقى اللي هي مش طبيعيه تخينه، هتسخن عشان انزل ال 10 كيلو. صح. 10 كيلو في 3 شهور دول انجاز. هي نسيت ال 10 كيلو خالص اللي احنا نزلتهم لها، وعماله تقول لي جنبي وبطني ورجلي. ونزل. طب خلاص اتخني تاني، عايزه لها كمان 10 هتتظبط. لا، ما هي بص يا ابني، عشان انا شغال في الغلط، يعني في وزن 110 كيلو لازم انزلها بعلاج هرموني تبقى 99. دلوقتي خدت 10 من 109. طيب. بقت 9 من 10 كيلو بقت 99. العربيه لازم تسخن زياده. صح. وفي اثار جانبيه للعلاج، ما قلناش حاجه، لان انا بديها بحرق جامد قوي الدهون اللي عندها، فبيحصل الام، ضربات قلب سريعه، قله النوم. يعني كده توقف الدواء شهر؟ وهتحط 5 6 كيلو تمسك نفسها في الاكل. بس هي ماشيه 3 كيلو بتنقص كل شهر، يعني عارف هي بتعمل ده كتير قوي. 3 كيلو ده حاجه ما فيش حد يحلم بيها. حلو حلو. طيب، معانا الاستاذ موسى، وبعد كده معانا الحاج رجب. الحاج رجب يا ريت تنتظرنا. حاج رجب، الاستاذ موسى، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته، اخبارك ايه يا فندم؟ كل سنه وانت طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ موسى. انا يا باشا عندي الغده الدرقيه ملتهبه. سنك كم سنة يا موسى؟ سني 49 سنة ووزني 130 كيلو. ويعني ايه ملتهبة؟ وعاملالي التهاب. لا، الدكتورة في القصر بتاع اسيوط يا فندم. نعم. استاذ موسى، استاذ موسى، ما قالت لي الغدة الدرقية ملتهبة عندك خالص. وطي التلفزيون شوية بس، الخط قطع كله. طيب، عشان ترتاح. ماشي، ناخد الحاج رجب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا استاذ حسام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج رجب؟ سلمني على الدكتور محمد، انت وحشتوني. الله يخليك. بارك الله فيك. اكتر والله. التليفونات الارضي ما عرفش اوصل لكم. اهلا. ليه مش عارف توصل لنا ليه؟ يا عم بخش بديني مشغول مشغول على طول.
الكنترول يعني نمسك الكنترول نحاسبه ولا نعمل فيهم ايه؟ عليكم ضغط، عليكم ضغط جامد يا والله محمد. يا اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا عندي كشفين. اتفضل. واحد لبنتي وواحد لجارتي. والله يا شيخ. طيب بس الصوت واطي ليه يا رجب شويه النهارده؟ ابعد بعيد كده. يعني ممكن تغير المكان؟ اني غيرته. الصوت بيقول تمام تمام. اتفضل يا حاج رجب. مش هو من اسوان؟ من الاقصر. الاقصر ولا اسوان؟ الاقصر. الاقصر. انا من الاقصر مركز اسنا. ايوه كده احلى بكتير. الصوت علاء اهو ما شاء الله. جيت عند القرنك كده. انت من الاقصر. حبيبي يا دكتور، حبيبي يا دكتور. الله يخليك. اتفضل. معايا كشفين، واحد لبنتي وواحد لجارتي. اهلا بيك. الله يبارك فيك. لا بص بقى، انت هتعمل عياده الحاج رجب واخد بالك لتوريد المرضى، وتتصل بينا نعمل لك فقره كل اسبوع 10 دقائق، تتصل سيادتك تكون مجمع الناس اللي حواليك. يا ابوي الجميع 100 يا دكتور محمد. وقصاد كده بقى انا والاستاذ حسام نبقى نيجي عندكم الاقصر يومين تفسحونا. يا ريت. والله حتى اخد دعوات كثيره قوي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بالنسبه لبنتي. نعم. بعد ما ولدت لا مؤاخذة الشطر بتاعها اللي هو البلد الشمال فيها لخلوكة، وكل ما عندها السد الشمال. السد الشمال بعد في كالكوعة، في كالكوعة بعد الولادة. وبترضع وهي خايفة. ولدت بقى لها قد ايه؟ ليها بتاخد دلوقتي بالظبط 30 يوم. طيب قبل الولادة وبعد الولادة على طول ما كانش في الكالكوعة دي، ما كانتش موجودة؟ لا كانت موجودة، كانت موجودة، وكانت فيها حتة ألم برضه، وكان في ألم بسيط. ألم بسيط خالص. طيب وهي بترضع طبيعي مفيش مشكلة خالص؟ بترضع الحمد لله طبيعي وزي الفل والله. مفيش احمرار في الثدي نفسه؟ لا ولا أي حاجة خالص والله. طيب هي طبعا مرعوبة وعايزة تروح حنين. طب في ألم شديد ولا حاجة؟ لا ألم بسيط. ألم بسيط. والحجم كبر قريب ولا على طول هو حجمه ثابت؟ لا الكلكوعة هي هي. حجمها قد ايه الكلكوعة؟ قد البيضة، قد الزيتونة؟ انت عارف العنبة؟ قد حباية العنب الصغيرة. يا حبيبي يا حبيبي يا دكتور. طيب هو ده بيبقى تجمع لبني احيانا موجود، واخد بال حضرتك، بيحصل معاها. احنا نخاف لو الحجم زاد ولا حاجة، ولو انا اديت دواء دلوقتي عشان يقلل كمية اللبن ربما يحرم الطفل من الرضاعة. فاحنا هنديها مثلا فلدين فلاش، حباية حضرتك تحت اللسان او فوق اللسان مرتين في اليوم، قبل الغداء بعد الغداء وبعد العشاء، خمس ست ايام بامر الله ممكن تخف. ببركتك يا شيخ وبركة ربنا يا شيخ. اللهم امين. جارتي عاد. وتطمني الاسبوع الجاي. بالنسبة لجارتك بقى اتفضل. جارتي دي كل ما بتاكل بتحس بحرقان. كل ما بتاكل بتحس بحرقان. حرقان في بطنها ولا فين؟ لا في صدرها. لا وتستفرغ اخضر. كل ما تاكل تستفرغ اخضر. لا كل ما تاكل تحس بألم في صدرها؟ حرقان. وتستفرغ اخضر. طيب وحضرتك هي سنها كام سنة؟ والله هي متجوزة، يعني اديها كده حسب 30 بالظبط. والموضوع ده بقاله قد ايه؟ الموضوع ده هي لما شافت انا بتكلم في التلفزيون قالت لي سألني الدكتور، قلت لها الدكتور محمد ده بيكتب لنا الروشتات وبالصلاة على النبي الله اكبر يعني. ان شاء الله. كأنه بيكشف علينا طبيعي. طبعا. بقول لسيادتك هي الألم ده بقاله قد ايه بيجي لها؟ والله يا دكتور انا بصراحة ابقى الاستشارة الجاية هسألها لك. طيب انا هناخد حاجه اسمها بريمبران، حبايه قبل الاكل بساعه ثلاث مرات في اليوم مؤقتا لحد ما تسالها لي. الف سلامه. شكرا يا حاج رجب، نورت البرنامج. استاذنك يا دكتور ناخد فاصل. اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. اهلا وسهلا دكتور. اهلا اهلا حسام، مرحبا. احنا ناخد المتصل. اتفضل يا فندم. استاذ علا السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اهلا بيكي. اتفضلي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا علا.
الله يخليك، الحمد لله. لو سمحت، انا عندي الغده من حوالي سنه، وكنت باخد علاج الاتروكسين من حوالي سنه، بس من 4 شهور حللتها، كانت عندي 84، وكنت باخد علاج. الدكتور كان ممشيني على حبايه كل يوم 150 حبايه، 3 حبايات الحبايه 50، يعني 150. طيب. وحللت من حوالي اسبوعين، ولقيت النسبه 4.5، وقال لي خليكي ماشيه على العلاج اللي انت بتاخديه، يعني افضل كل يوم اخد 3 حبات اللي هو ال 50، يعني 150. طيب، في سؤال. تمام. ايه السؤال؟ السؤال دلوقتي اعمل ايه؟ امشي على العلاج، امشي تاني على ال 150 وانا النسبه عندي 4.5؟ طيب، انت في اي، انت سن كم سنه يا علا؟ انا 25. اناسه مش كده؟ لا، متجوزه وعندي 3 اولاد. الوزن قد ايه يا علا؟ الوزن 60 وبينزل، يعني هو بينزل ما بيطلعش. يعني انت حضرتك كان في اعراض لما كانت هي فوق ال60، يعني انت بتقولي من فتره كانت فوق ال60 لما خدت ال3 حبات نزلت بقت 4.5. كان جسمي بيزيد شوية، بس مش بيزيد قوي، مش بزيادة، وكنت على طول حاسة بكسل وهمدان في جسمي، وألم في زوري لما باجي أبلع أو ألف الطرحة. طيب، الدورة دلوقتي أخبارها إيه؟ لا، منتظمة وتمام. وقبل كده كانت منتظمة برضو صح؟ زي ما هي. طيب حاضر، اتفضلي اقفلي وهرد عليك. شكرا. طيب، شكرا. نعم. انا دلوقتي جسمي كله، ايديا ورجليا وكله، في طقطقه في جسمي، كل ما اقوم واقعد يحصل طقطقه في جسمي جامده. وقبل كده ما كانتش موجوده الطقطقه دي؟ لا، ما كانش موجوده، حصلت من حوالي شهر تقريبا. انت خسيتي ولا ما خسيتيش الاول؟ انا ما بزيدش، انا بزيد 2 كيلو وانزلهم، ازيد 2 كيلو وانزلهم. طيب، اوكي، ماشي، حاضر. طيب، والدكتور كان كتب لي على 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 كالسيوم. اوكي، من غير ما احلل. حاضر. طيب، مع ألف سلامة. شكرا. الموضوع أبسط مما هي تتخيل وأصعب مما هي تتخيل. هو صعوبته أو بساطته أن الناس بتعتبر أن هو ضبط الغدة الدرقية على التحاليل، وتبدو بسيطة، يعني واطية هندي علاج زيادة، عالية هنقلل العلاج، أو ندي عكسه يعني حاجة تقلل الغدة. لكن القصة مش كده خالص. صعوبته ان انا المفروض اقيم وظائف الغدة المباشرة والغير مباشرة. يعني الغدة الدرقية ده هرمون الثيروكسين اللي هو بندهولهم في صورة حبوب بالفم، ده ممكن تسميه اكسير الحياة، بمعنى ان المادة دي بتخش في كل مكان في تفاعل في الجسم، يعني في المخ، في الجلد، في الشعر، في القلب، في الامعاء، في الامتصاص، في الحيوية، في النمو، في الحمل، في الولادة، في الرضاعة، في الدورة الشهرية، في الرجولة، في الذكورة، ايه ده كله؟ مجموعة في الذكاء، في التفكير، في الذاكرة. فعندك دواء تافه زي ده، انت هتقيمه ان انت تقيس مستواه في الدم، يبقى ده اللي اسمه الغباء بعينه. امال انا عاوز ايه من الدواء ده؟ انه يرجع لي جميع هذه الوظائف لطبيعتها. صح. طب هل انا ممكن اما اوصل لدرجه معينه من التحليل او من العلاج او الكميه اللي حديها هتظبط لي ال 30 40 حاجه دول في وقت واحد؟ غير متوقع. لا. وغير قابل. ليه؟ لان الجرعه اللي بتجيب الذاكره، اللي ترجع الذاكره طبيعيه، غير الجرعه اللي تحافظ على ضربات القلب، غير الجرعه اللي بتخلي نعومة الجلد وشياكته وجماله، غير الجرعة اللي بتحافظ على وزن الجسم وعدم تراكم الدهون او انه يخس، غير الجرعة اللي بتساعد على الامتصاص، غير الجرعة اللي بتظبط الكوليسترول، غير الجرعة، يعني اذا طب انا ازاي اوصل لدي؟ ان انا بتخير الامور الحياتية المهمة واظبط عليها. ولو جيت اسأل سيادتك اظبطك ازاي، هتقول لي الحاجات المهمة بتاعتك. مش عايز ابقى تخين، عاوز جلدي يبقى ناعم وزي الفل ووشي مش مجعد، يا ريت، وما فيهوش خشونه، مش هم انا اقولهم لك اهو. عايز يبقى ذاكره قويه، واخد بال حضرتك، لو سيده عايزه دوره منتظمه وعايزه تخلف، صح، واخد بال حضرتك. لكن ما تجيش اقول لها انا لا مش مهم التخن عشان القلب بتاعك ضرباته هتزيد. طب هي بالنسبه للمتصله عشان تاخد العلاج بتاعها، هي تخليها على ال 150 دول كمان 3 شهور وتتصل بيا بدون ما تعمل تحاليل.
من غير تحاليل وتظبط لي نفسها ايه اللي عاجبها وايه اللي مش عاجبها وانا اظبط لها على ده ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله. ممتاز. طيب معنا الاستاذ محمود من البحيره وبعديها الاستاذه هند. ناخد الاول الاستاذ محمود من البحيره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام محمود من البحيره. ام محمود لو ماشي. انا حضرتك أم عندي محمود. مشاكل في المراره. نعم. السلام عليكم. اهلا بيك. السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. لو سمحت حضرتك انا عندي مشاكل في المراره وفيها اربع حساوي. نعم. وبعدين حضرتك من شهرين كده تعبت شوية وبقيت نروح الحمام كتير ومش مخطرش بالي انا عنده سكر على طول عدني الحمال بول ونشرب مية كتير. حللت سكر عشوائي لقيته حضرتك 375. طيب. ماشي حضرتك على امرين لواحد وعاوزة نعرف يعني ايه نعمل ايه ناكل ايه نشرب ايه نمشي ازاي. والدكتور حضرتك بتاع صدري انا عندي حساسيه على صدري نصحني ان ما نعملش عمليات عشان الحساوه المرار نازله في الكيس من تحت وقال لي يعني انت كويس. طيب وعاوزه من حضرتك يعني استفسارات وتفهمنا حضرتك نمشي ازاي وناكل ازاي ونمشي ازاي دنيتي. طيب هو انت وزنك كم كيلو يا ست الكل؟ انا وزني 100 كيلو. وطولك قد ايه؟ طولي 160. والسكر لسه 160. جاي. طيب السكر لسه جاي بقى له اسبوعين ثلاثه صح؟ ايوه. خسيتي قبل ما السكر ليه شهرين السكر معايا. طيب خسيت شويه. خسيت شويه وبعدين اكتشفت ان في سكر بعد ما خسيتي؟ لا قبل ما اخس انا كنت تعبانه ومتلخبطه. لا طب استنى انا الحاجه يعني انت حضرتك لما جالك السكر وعرفت ان في سكر مسكتي الاكل وقللتيه ايوه حضرتك فوزنك قل. ايوه حضرتك. يعني انت اللي عملت رجيم. وفي برشام تاني كده بناخده لحرق الدهون بعد الاكل مش ناسي اسمه ايه. المهم في ده كله السكر بقالك شهر بتاخدي علاج، حللت النهارده ولا امبارح؟ لا ما حللتش بس طيب انا جاي من النهارده معايا دوخه حضرتك جامده، الاوضه بتلف بيا. طيب من النوم. الف سلامه، هرد عليك. شكرا يا ام محمود شكرا. هو دلوقتي حضرتك هي عندها سكر بقالها شهر وبدات علاج بتاخد 1 مللي جرام امريل الصبحيه وهي خسته ما عملت الرجيم ودي حاجه مش وحشه. تمام. ولكن انا اتوقع الاستجابه بتاعت 1 مللي جرام لسكر فوق ال 300 او 250 بتكون ليس لايكلي ضعيف. ولكن ما نقدرش نحكم عليها لان استجابه حضرتك مش زي استجابتي والعكس صحيح. ولكن متوقع انها تاخد ادويه اكتر من كده. هي انا شايف انها تزود الدخل اللي عندها ممكن يكون انخفاض معدلات سكر في الدم. زياده السكر نادرا ما بتعمل دخل. فهي تعمل تحليل في الجهاز في البيت بس يعني تتابع تشوف الوضع ايه وممكن الصوت. تزود لها كده عمياني تاخد الميتفورمين او الجلوكوفاج 1000 مللي جرام اللي هو 1 جرام حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء الى جانب الامريل على اساس ان هو الامريل ممكن يتخنها بعد كده لو قللت الرجيم. بتقول لي تاكل ايه؟ اقول لها انا مش فضيلك ان انا اقعد اقول لك اعملي المحشي من غير زيت ولا الكلام ده. تمام. اللي بتاكله الكميه اللي بتاكلها هي خست وكون ان خست وسكرها اتظبط مع العلاج يبقى هي عملت رجيم. العجزيم ده انا موافق عليه. لو هي كانت زمان بتاكل كميه اكل معينه تاكل 60% منه انا مش عايز اعرفه. ولكن هتبعد حاجتين مهمين قوي، السكر الحر وكلمه السكريات الحره ما يذاب في هذه الكوبايه او ما يوجد في الفواكه او الدهون والزيوت ومنهم زيت الزيتون ولكن تاخد منه القليل. تقللهم بقدر الامكان الاثنين دول غير كده ان هي تقلل وزن الاكل كله بنسبه 40% او الثلث يعني. ممتاز يا دكتور. طيب معانا الاستاذه هند وبعديها الاستاذه ولاء. ناخد الاستاذه هند. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور حازم؟ اتفضلي اتفضلي معاك الدكتور. انا دكتور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا هند. والله يا دكتور انا بشتكي من رجليا ليا 5 سنين متقاعده في البيت، علاجات واشعاعات وتحاليل وفي الاخر وصلت ان في عندي غده، فكنت عايزه ابلغ حضرتك بالتحاليل بتاعتي. لا استني لا استني، انت بتقولي انت قاعده قاعده؟ في البيت والله يا دكتور ما بطلعش. ليه؟ ما الام في رجليا شديده شويه فما بطلعش. لا استني وزنك كم كيلو؟ وزني بدا يزيد شويه بعد التقاعد في البيت. كام؟ يعني مش فاكره بالظبط بس هو ايه؟ ممكن يكون واصل 100 يا دكتور يعني او 90. 100 طولي 160. طيب سنك كام سنه؟ 35 يا دكتور. عندك اولاد؟ عندي طفلين.
يعني ايه قاعده في البيت؟ فاهمين يعني قاعد على الكرسي؟ انا ليه 5 سنين حضرتك اشتكيت من الام شديده في رجليا، تنميل وحرقان شديد في صوابع القدم، وفي الام خلف الركبه والام في القدم نفسها وتقل شديد، فمش عارفه اتحرك خالص في البيت. لا يعني انت ما بتخرجي، ما تعرفيش تمشي مثلا؟ صعبة جدا في الحركه، بطء في الحركه يعني بسند على العصايه يعني ما صح. لا يعني في الم في القدمين ولا ضعف في القدمين؟ ما هو الم وضعف في الاثنين. ما لا ما بيحصلش يعني انت يعني بسند على عكاز حضرتك. لا بتسند يعني. عشان الالم بيخليك مش قادره تمشي. من الاثنين، مش عارفه اتحرك اساسا يعني. لا وانت نايمه في السرير، وانت نايمه في السرير اما تحركي رجليكي يبقى في الم؟ يا دكتور، يبقى اذا الالم مستمر. ايه الالم مستمر؟ الالم مستمر بالحركه او بالنوم. طيب عملتي اشعه الفقرات القطنيه صح؟ ايوه يا دكتور، ما فيهاش حاجه. الالم الدكاتره شخصوه ايه؟ قالوا لي التهابات، وبعد كده فصلت في الاخر النهايه اني عندي غده، وبعد كده ما خدتش علاج للغده لغايه الغده الدرقيه ما تعملش انت بتقولي عليها دي. الغده الدرقيه متضخمه ولا منخفضه يعني، ولا فيها خمول ولا زادت الافراز؟ انا مش عارفه يا دكتور بالظبط، انا عندي التحاليل قدامي، ممكن ابلغ حضرتك. لا قولي لي انت بتشتكي من ايه وانا هعرف من غير تحاليل. انت وزنك؟ انا بشتكي الام يعني كان حزام شديد يعني في خلف الركبه، وبنفس الوقت في القدم من تحت برضه. ما ده مش شديد يعني، مش الغده اللي بتعمل كده، لا زادتها ولا نقصها يعمل كده. انت عندك سكر؟ نقص الكالسيوم الشديد هو عامل لك كده، سببه كده يعني، ما اعرفش برضه. هو ايه الكالسيوم ده؟ نقص كالسيوم يعني؟ انا حصل عندي نقص كالسيوم فاتظبط دلوقتي يعني، برضه ما فيش حركه برضه يا دكتور يعني. لا ما اعملش كده برضه. انت حضرتك معلش ارجوكي بس معلش عشان نشتغل صح. خدت فيتامين د يا دكتور. يعني انت واضح ان انت بتروح لدكاتره مش شطار او مش عارفين او حاجه يعني. انا شايف انك بتتكلمي كلام ملوش علاقه ببعضه. والله يا دكتور انا دايخه يعني في دماغي، مش عارفه. لا مفيش تشخيص. انا تصريص. مش عارفه دلوقتي عندي ايه بالظبط يعني. هل هي مثلا طب اتفضلي اقفلي وانا هجاوب سيادتك. شكرا. الف شكرا يا دكتور. شكرا استاذ زينب. يعني هي بص يا حسام، الكلام اللي بتقوله كلام مش داخل في حته معينه. يعني هل هو هنا الم؟ لو الالم ده يبقى جاي من الفقرات القطنيه وضغط على الاعصاب مثلا، وده ليس لايكلي يعني مش اقل احتماليه. تمام. لان ما احنا اتفقنا زي المره اللي فاتت، لو العصب هو اللي تعبان يبقى مفيش الم موضعي. يعني تحط ايديها كده وتمسكها مفيش الم. هي بتقول في الم لما بتحرك رجليها كمان تحت بيبقى الم موجود. يبقى ده يا اما في العضلات يا في المفاصل اساسا، يا في الاوتار يا في الاربطه. فده كله حاجه بيسميها يعني لوكوموتور سيستم، اللي هو الجهاز الحركي. الحركي اللي هو العضله او الوتر او المفصل او العظم نفسه. يعني واخد بال حضرتك؟ فلو كان هذا هو المصاب ده لوضع تاني. هل الغده بتعمل الكلام ده؟ برضه مش قائم، مش قادر انا اقنع نفسي ولا اقتنع. صح. واخد بال حضرتك؟ هل هو زياده ولا نقص في افراز الغده الدرقيه؟ مش قائم، لازم اعرف الموضوع ده ايه. صحيح الطب ما فيهوش حاجه ابيض واسود، وربما يكون حاجه واحده مثلا في الالف او في العشر تلاف او في اي حاجه، احنا لازم نخلي بالنا. لكن الكلام انا شايف ان مفيش تشخيص. متناقض. بتقول بقالي 5 ايام 5 سنين ما بتحركش. طب تنصحها بيها يا دكتور؟ حتى لو جابت لي تحليل غده درقيه عالي او واطي، مش هقتنع ان هو ده يكون هو السبب. هي تروح تعمل رسم عضلات للقدمين، واخد بال حضرتك، واشعه على المفاصل بتاع القدمين اللي بيوجعوا. رسم عضلات. واخد بال حضرتك؟ ده جهاز كده زي رسم القلب. تمام. دي واحد. اتنين، اشعه على المفاصل بتاعه القدمين اللي بتقلبها. تمام. بلغنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلاص. معنا الاستاذه ولاء. الو استاذه ولاء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا دكتور. اهلا بك يا ولاء. قطع. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. ام يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور. نعم. انا بيجيني صداع على طول، وعندي الغده كل ما اجي اعمل التحليل بيقول لي النسبه زايده، وباخد اندرار 10. سنك كم سنه؟ عندي 27. وزنك قد ايه يا فندم؟
عندي 67 كيلو. 67 كيلو. آنسة؟ آنسة؟ لا مدان. مدان. عندك أولاد؟ آه عندي ولد وبنت، وهي الغدة جات لي من وأنا كنت حامل، يعني عرفتها من وأنا حامل في الولد. طيب متضخمة ولا إيه؟ لا دكتور أنا مش عارفة الصراحة، بحس كده برقبتي على طول دايما أبقى ماسكة رقبتي كده. ما أنت تمسكي رقبتك ليه يعني، عجباكي؟ لا بتبقى ألم يا دكتور، وبمسك في رقبتي كده وزي ضربات القلب كده، بس دي سريعة. شاطرة، يعني في نبض في الرقبة. آه. الرقبة بتنفض. إيه؟ الرقبة بتنفض كده. أيوه. طيب يبقى هنا يعني شكلياً إنها في زيادة إفراز، قالوا لك في زيادة إفراز. الإندرال مش كافي. الوزن آخر ست شهور زاد ولا قل؟ لا هو طول كده يا دكتور على طول. الوزن اخر ست شهور زاد ولا لا؟ هو بيزيد شويه. الوزن بيزيد وانت بتاخدي اندرال 10 مللي بس. ايه؟ بتاخدي اندرال 10 مللي. اه. ثلاث مرات في اليوم. ايوه يا دكتور. والغده دي بقى لها قد ايه عندك؟ انا ما عرفتهاش بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي ابني 3 سنين ما عرفتهاش غير من وانا حامل فيه، كنت برجع كده على طول. يعني من 3 يعني من 3 سنين وهي عندك. ايوه. بتنامي ولا فيه يعني ارق؟ على طول يا دكتور والله بنام، وبيجيني مش قادره اقف كده ومش قادره اعمل حاجه، وانا ببقى عايزه اعمل حاجه دي ومش قادره، ارهاق على طول والنوم. طيب انا محتاج وألم في عظمي وتنميل في ايدي، هو دلوقتي زادت عليا تنميل في ايدي وألم في عظمي. طيب هتعملي لي التحليل ده حضرتك، هتعملي لي سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين، وهتعملي اف تي 4 اف تي اتش اف 3 لو سمحت يا دكتور، لو سمحت معلش بس انا هقفل مع حضرتك وعشان اكتبهم كده بالورقه والقلم. طيب ممكن حاضر بعد ما حاضر. هي هي برافو عليك. شكرا يا يوسف. هي كمان تعيد الحلقه، احنا بيعيدوها لنا الساعه 1 الصبح مش كده؟ اه تقريبا 1 الصبح، وتاني يوم الصبح برضه بكره الصبح بتعاد. لا هي بتعاد 1 الصبح النهارده. اه النهارده مره واحده الصبح. وبعدين حضرتك بتتعاد بتحط على اليوتيوب بقى. اه يعني هي ممكن حتى لو ما لحقتش تكتب دلوقتي، ولذلك انا كنت بجاوبها، وكل الناس اللي احنا بنقول علاجهم يراجعوا الحلقه، هي بتنزل على طول على اليوتيوب. اه يعني معاهم طول العمر. صح. هي هتعمل لي اف يعني هتعمل لي سكر صايم، سكر بعد الاكل بساعتين في الدم، هتعمل لي اف تي 4 اف تي 3 تي اس اتش. والله انا كده يعني وسرعه ترصيب. تمام. واخد بال حضرتك وصوره الدم، معلش هكلفك شويه. تمام. وبلغنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ناخد ام علاء من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام علاء. اهلا بك يا استاذ. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا ممكن اسالك سؤالين؟ اتفضلي. او معايا بنتي معدتها دي على طول تقول معدتي وجعاني، وجسمها ليها عندها 21 سنه، جسمها ده عندها حوالي 45 كيلو مش هتكسب خالص. سنها كم سنه؟ جسمها سنها كم سنه؟ عندها 21 سنه. 21 جسمها مش هيكسب خالص. اه 21 ووزنها 45. لا 21 سنها مش هيكسب خالص على طول. خلاص والله العظيم سمعتها، مش هيكسب يعني مش هتدخل. اه وتقول لي على طول صداع ودوخه. طيب بالراحه حاضر. هي نعم بالراحه حاضر بشويش. انا مش سامعاك والله. طيب حضرتك هي وزنها 45 كيلو. وسنها 21 سنه. وطولها قد ايه؟ وطولها حوالي 150. طيب وحضرتك استني بس، الدوره بتيجي منتظمه ولا في مشاكل في الدوره؟ يعني بتتلخبط اوقات يعني. طب طالع لها شعر، طالع لها شعر تحت بطاطها وفي منطقه العانه زي اي بنت بالغه؟ نعم. في شعر تحت الباط؟ عادي يعني. عادية. وبلغة عادي يعني يعني بنت كده مستوية. ايوه عادي. لا ساديين ولا مش عارف ايه، بلغة. نعم. يعني جسمها ست بناتي. مش جسمها لا بس مش جامدة يعني جامدة لا مش. اما يا دوبك ما فيش حاجة، ده احنا بنتكلم في 45 كيلو. 45 كيلو.
انا مش سامعاك والله. طب انا اعمل ايه؟ اجي لك لحد البيت؟ هي بطلانة خالص. طب حاضر اقفلي وانا هرد عليك. طب اقفلي بقى وخليكي مع الدكتور تابعيه. شكرا شكرا. يعني حضرتك هي وزنها 45 كيلو، طولها 150 سنتي، واللي انا فهمته منها انها البلوغ طبيعي جدا لانها عندها دوره منتظمه، وبتقول يعني طبعا هي هيبقى كل حاجه صغيره فيها لان هي كلها أكيد. 45 كيلو، يعني حتى لو وزنها 150 المفروض تبقى 55 كيلو، زياده 10 كيلو. ففي 10 كيلو ضايعين من عندنا. ايه سبب الحكايه دي؟ انا مش هنكلفها كتير في التحليل عشان يعني في ساعات بيكون امتصاص مش موجود كويس. طبعا انا عارف ان الدكاتره يعني زي ما تقول كده وصفوا لها ادويه للهضم وادويه لفتح الشهيه وكده، لكن احنا هندي حاجه تكون قويه شويه، تاخد حبايه اسمها ترياكتين قبل الاكل بنص ساعه، قبل الفطار وقبل الغداء، بلاش العشاء لانها يعني، او تاخد قبل الغداء وقبل العشاء لانها بتنيم. الترياكتين ده حبايه قبلها بنص ساعه او بساعه، فدي هتفتح الشهيه. وهتاخد حضرتك دايجست اكس حبايه وسط الاكل ثلاث مرات، تمشي على الاثنين دول لمده ثلاث شهور، لو ما وزنها ما زادش كلمني تاني. تمام، خلينا نبدا بالخفيف الاول عشان ما بنعملش تحاليل كتير. تمام، في الحاله دي ممكن نعمل تحليل بالافات يعني. خلاص نلحق ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه ملك السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضلي الدكتور معاك. ايه نلحق دي؟ ايوه لو سمحت يا دكتور، انا والله يا دكتور انا عندي حاجه في دوري كده زي البلغم، كل ما اروح لدكتور يقول لي ان هي ارتجاح في المريء، او يقول لي حساسيه حنجره. شاطره. فانا دلوقتي يا دكتور ما فيش اي علاج بيريحني، ما فيش اي علاج. البلغم اللي لافف على زوري دوت حاجه تقيله، مش عارفه اكحها او ابلعها، فتعباني باستمرار معايا الموضوع ده مزمن. ما اعرفش ايه يعني، كل ما اروح لدكتور يقول لي انت هتخف وما بخفش، وبقول لي ده انت عندك حاله نفسيه. حاله نفسيه ايه اللي هتجيب بلغم في زوري؟ انا مش عارفه. لا وعندي على طول يا دكتور معدتي تعباني، واصلا انا باخد علاج للحساسيه دوت اللي هو مديهولي، بتعب اكتر وبحس ان معدتي فاضل شويه واشدها من زوري من كتر التعب بتاع معدتي. سنك كام سنه؟ انا عندي 32. وزنك كام كيلو؟ 89. حضرتك انت بتقولي عندك حساسيه في صدرك كمان صح؟ لا مفيش حاجه، هما بيقولوا مفيش حساسيه في صدري، بس انا عملت اشعه على صدري، دكتور الاشعه قال لي ان انت عندك بلغم في صدرك وعندك حساسيه على صدرك. طب يا جماعه هو بيقول لي ما صدرك ما بيخروش، يبقى دي مش حساسيه صدر، دي حساسيه حنجره، اللي في زورك دي حساسيه حنجره. لا وانت برضه قلت كلام ينفع، ان انت ممكن يكون عندك ارتجاع في المريء وهو ده اللي بينزل على الحنجره بيعملها التهابات. ما باخد علاج يا دكتور ما بخفش. اسمه ايه بتاع المعده؟ انا خدت ادويه المعده كلها، خدت انتودين وخدت العلاج الدواء اللي هو الدواء الشرب دواء اللي هو مش عارفه حاجه زي اولها حتى الجيم باين تقريبا. وخدت حاجات كتيره يا دكتور للمعده، ما فيش حاجه ما خدتهاش، الادويه كلها خدتها. طيب. ماشي عليها فترة وما بخفتش. طيب بتاخدي ايه للحساسية؟ كان مديني حاجة للحساسية زيرتك، الحاجات ديت اخر حاجة مديها لي مش فاكرة اسمها ايه، تعبت من الادوية جت سايبها، قلت بقى انا ونصيب. انت بتشتغلي ولا قاعدة في البيت؟ لا يا دكتور انا في البيت، بس يعني شغلي بيت كتير برضو، ما احنا فلاحين يعني. الحكاية دي زادت في الشتاء اكتر ولا كانت في الصيف اكتر؟ لا كانت في الصيف اكتر. والبلغم ملون ولا في بلغم حقيقة بيطلع ولا مفيش؟ بص يا دكتور انا اعمل كده وبلاقي بلغم حتة صغيرة خالص، بس بيضة مش ملونة، بس حتة صغيرة خالص، بس بلغم يا دكتور. طيب خلاص اقفلي وهقول لحضرتك من اللي. شكرا. طيب احنا هناخد حضرتك دواء اسمه سيبتازول، حبتين الصبح حبتين بالليل لمدة 15 يوم. تمام. باستمرار. هناخد جاستروزول 40 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 3 اسابيع. هناخد دواء اسمه بلازيل شراب معلقه كبيره قبل كل اكل بنص ساعه 3 مرات، وهي نايمه تنام على 3 مخدات او 4 وترفع رجل السرير من عند الراس، تبقى ما تاكلش من بعد صلاه المغرب خالص، ممنوع تاخد شاي ولا قهوه ولا الكلام ده بعد صلاه المغرب، ممكن تاخد لبن كوبايه لبن بارد او دافي قبل النوم على طول، اما تنام تبقى لابسه هدوم خفيفه واسعه، وان شاء الله بالعلاج ده هتبقى كويسه. تمام.
شكرا دكتور. ناخد الاستاذ علي من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو. اتفضل يا استاذ علي، سامعينك. ازيك يا بيه؟ الحمد لله، نعمه وفضل. الدكتور معاك يا استاذ علي. انا مستطيع كده من فتره، يعني انا عندي ارتجاع في المريء. نعم. عندي ارتجاع في المريء. طيب. سامعني؟ سامعينك سامعينك يا استاذ علي، سامعينك. أيوة، كمل. انا عندي، بقول لك عندي ارتجاع في المريء، اتصلت عليك من فتره وبعدين كتبت لي علاج اسمه هاشتاج. عمل ايه الهاشتاج ده من فتره كبيره. ايوه، فا يعني العلاج اسمه برضه بقى كويس، وبعدين لما خلص العالم زي ما هو يعني. السابع خده اتحسن، وبعد فتره لما بطلوا الالم رجع تاني زي ما هو. طيب اقفل يا سيدي. حاضر، اقفل. ماشي، شكرا استاذ علي، خليك مع الدكتور. هو في حاجات حضرتك مش هتخف الا بزوال السبب، وزوال السبب هنا في بعض الاحيان بيكون غير عملي ان احنا نضيع السبب. ومن ضمن الاسباب اللي ممكن ما نقدرش نضيعها، اسباب ممكن نضيعها بس صعبه بالنسبه للعيان، زي زياده الوزن مثلا. تقول له خس، ما بيعرفش يخس. هذا واحد. انت شكلك كده، ده حكايتك دي، تخفي وراء تخفي وراءها يعني ايه ان احنا خلصنا. ما انا مركز معاك ومش منتبه دي. سايبك. طيب يا حاج علي، هو اسمه حاج علي، لسه في حسن معانا من اسوان بعد. طب عموما يرجع للعلاج تاني للاسف الشديد، وينزل وزنه ويحاول لحد ما نشوف له صرفه في الموضوع ده، لان في اسباب لازم نعالجها مع حاج علي. ارجع أكيد. تاني للهستاك يا فندم الصبح وبالليل ان شاء الله. هات اخر كلام. طيب. اخر اتصال. ناخد الاستاذ حسن من اسوان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال الدكتور، انا اشتكي من القدم الشمال. اتفضل. اتفضل يا اخي. اشتكي من القدم الشمال، بيوجعني انا احيانا. القدم نفسه من تحت ولا الساق؟ لا، القدم من تحت. بطن الرجل من تحت اللي بتمشي على الارض؟ لا، القدم نفسه هو القدم اللي يمشي ايه، اما اكون نايم وقايم هيوجع يعني احيانا، مش على طول. هو يعني كل قد ايه؟ يعني ممكن كل في الاسبوع مره، في الشهر احيانا مرتين ثلاثه. طيب الف سلامه، اتفضل حضرتك. طيب. انا حاجه شكرا شكرا. هو في حاجات يعني، بص حضرتك، احنا عاملين زي العربيه اللي ماشيه في الشارع، شويه يترمي عليها شويه تراب، شويه يترمي عليها شويه ميه، وهي ماشيه تدوس على زلطه، تحك في الرصيف، واحد يروح حكيك لك الرفرف. احنا البني ادمين اكيد. فانا اما بسال سؤال بيجي كل قد ايه، يقول لي مره كل اسبوع، مره كل شهر. دي حاجات متقبله لاي عرض لاي حاجه طبيعي. حبه دوخه خفيف كده تيجي لمده ربع دقيقه كل شهر مره، ايه يعني؟ خبال حضرتك، لكن ما بتزيدش وما بتقربش. يعني ايه اللي يخوف؟ صح. الانسان عرض ما ويتزايد في الشده او في عدد المرات. يعني كان بيجي كل 15 يوم استمراريه؟ لا، كان بيجي لمده اي حاجه. ها؟ تمام. بتيجي لمدة دقيقة كل شهر. بدأت تيجي كل شهر دقيقتين، وبعدين بقت 4 دقايق، وبعدين بقى 5 دقايق، وبعدين 10 دقايق. لا، هنا في بلوة. في مشكلة. في بلوة. صح. طب كانت بتيجي كل شهر لمدة سنة، وبعدين فجأة بقت تيجي كل أسبوعين، وبعد 3 شهور بقت تيجي كل أسبوع، وبعدين بدأت تيجي كل 3 أيام، لا في بلوة. صح. لكن الاعتياد على الشيء فترات طويلة وفترات متزامنة وثابتة في معدلاتها، يعني كل أسبوعين كل أسبوعين، كل شهر كل شهر، كل 3 شهور كل 3 شهور، وكميتها أو intensity يعني شدتها ثابتة. مع زيادات طفيفة لا تكاد تذكر، لا تخيف، بل بالعكس. تعدي. بل بالعكس. كلما زادت الفترة، يعني يقول لي بقالي 10 سنين كنما اطمأن قلبي. احنا نخاف من الحاجات الجديدة المتراكمة المتصاعدة المتتالية. نقفل على كده. تمام. انا كنت عايز اقول لك يا دكتور،
احنا تعودنا على ان احنا ناخد منك نصيحه ولو في الكبسوله الاخيره. ما هي كبسوله كبسوله الكورونا ولا بلاش الكورونا نصيحه ولا بس؟ لا بلاش نتكلم في كورونا. الكورونا دلوقتي مفيش حد فاهمها ولا حد فاهمها في العالم كله ولا هتتفهم وبكره يسمعوا الكلام. انا قلته من اول مره كورونا ده مرض حديث. احنا يعني احنا كل المرض تقريبا انا مثلا حضرتك في كليه الطب من سنه 75 انا دخلت الكليه في امراض موجوده زي ما هي وفي امراض لا زالت زي ما هي وفي امراض تغيرت وفي امراض استجدت زي الاتش اي في اللي هو ايه الاتش اي في اللي هو ايه الايدز الايدز واخد بال حضرتك الهيباتيتس سي اللي هو الفيروس سي ده طلع سنه 88 89 واخد بال حضرتك يعني اللي حاضرين المنيل بليله السارس اللي هو جه من حوالي 10 سنين ده ولا 15 سنه اللي بتاع الطيور الفلو البيرد فلو وبعدين جالنا البلوى اللي احنا فيها الكوفيد 19 او اللي هو الكورونا تمام. كورونا دي امراض متزامنه احنا عايشين معاها لسه بنتعلمها مش انا اللي بتعلمها مجال طويل الدنيا كلها بتتعلمها مجال طويل العالم كله. انت امتى هتمسك المرض؟ مش قبل 20 سنه. دكتور محمد الكنترول بيقول لي ثانك يو على ما اعتقد انها يعني. طب بس انا عاوز الحته الاخيره يا حسام الترجمه بتاعتها شوية. احنا نخاف من الاعراض المتتاليه او لا تزداد المتصاعده. يعني ايه كبتين كل كده تقرب تتصاعد الزياده في الشده دي نخاف منها طول المده ميزه وليست عيب. بارك الله فيك يا دكتور وفيك محمد. يا حبيبي ان شاء الله. مع السلامة. أعزائي المشاهدين وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلت لميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدة الصماء كلية الطب جامعة عين شمس وإلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.